انا بحب نوعيه القصص اللي حضرتك مشوها دلوقتي دي، لانها بتوضح فكره انه لا ياس مع الحياه. يعني ما دام عايش ما تيأسش، وحاول وكافح وتعلم، ولو غلط اتعلم من غلط من خطأك الى اخره. رجل محترم اردني اسمه عيد لجبور، كان مجند في الجيش الاردني ومعاه شهاده ابتدائي، بس كملش تعليمه والتحق بكتيبه الدروع والدبابات في الجيش العربي الاردني وكان عنده 15 سنه. ابتدى يعني يمر بقى مواقف الحياه المختلفه، مثلا قاعد جوه دبابه من الدبابات يشوف الزراير المكتوبه، فالزراير دي اكيد فيها مثلا زرار اسمه فاير، زرار اسمه مثلا دايركت، زرار اسمه كده، مش عارف يقرا الكلام ده، ما عندوش اي معلومه بشان اللغه الانجليزيه. مره تانية مش عارف كان مسافر فين، في مكان وقعد جنبه بنوته، ده اللي فهمناه يعني. فالست المضيفه عايزه تقول لها كلام هو ما يفهموش يعني قديم بحركهم، فكلمتها بالانجليزي وهو طبعا ما لا يجيد الانجليزيه، فحس بانه هو انا اقل من البنت الصغيره دي في ايه ولا لا، انا هتعلم. بعد ما رجع من السفر بدا في دراسه الثانويه العامه، كمل بقى الدراسه ودخل الثانويه العامه اكتر من مره عشان يحسن المجموع، وبعد 35 سنه خدمه عسكريه برتبه مقدم بدأ المرحلة الجامعية وهو عنده 50 سنة. 50 سنة بيدخل الجامعة، حصل على البكالوريوس في فلسفة الفقه وأصوله في وفي ثلاث سنوات تقدير جيد جدا، وراح عمل ماجستير وعمل دكتوراه بتقدير امتياز. لا أنا طبعا الحاجات دي أنا يعني ألاقي نفسي أتواضع، مش أقصد يعني مش أنا بتواضع، قصدي بنفسي بقيت قليل، يعني بقيت قليل أمام حد بيكافح لهذه الدرجة. تعالوا حضراتكم نسمع تفاصيل أكتر عن هذه القصة ونحتفي بضيفي من عمان السيد عيد لجبور المتقاعد العسكري الحاصل على الدكتوراه في فلسفة الفقه والأصول، وأقول لحضرتك مساء الخير يا دكتور ومبروك عليك الدكتوراه. أول شيء أهلا وسهلا فيكم في وطنكم العربي الأردن، أردن الصمود، أردن المواجهة لفلسطين والقدس، أردن أرض التحرير لفلسطين، أردن الهاشميين، أردن الملك عبد الله والملك حسين والملك طلال والملك عبد الله الثاني أطال الله بعمره وولي عهده. احنا سعداء انك معانا يا دكتور عيد. دكتور عيد ابدأ معايا كده من الاول خالص، لما كان عندك 15-16 سنة كان ايه علاقتك بالعلم والتعليم؟ درست في عشت حياة بداوة ودرست وإحنا بدو يعني ببيوت شعر وعلى الجمال وعلى وما كان في أي نوع من العمران، فدرست سنة عام 1962 بديت بالصف الأول ابتدائي في وضع يعني وضع نقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله. فبدأت بالدراسة ووصلت الدراسة حتى السادس وكنت متفوق حتى السادس، إلا أنه ظروف معينة كنت وحيد لأبوي وأمي وكان ما في أي موارد، كلهن بنات وكان الأيام هذيك ما في شغل للبنات، ف يعني صار عندي اطلع يا عيد من من المدرسة واشتغل. طلعت من طوالي من المدرسة وسجلت بالجيش طوالي، حتى أبوي تفاجأ لما جاء سأل عني، كنت عند عمام لي بالزرقة مدينة الزرقة، سأل عني قالوا له عيد سجل بالجيش، فأبوي ضايق جدا، بده أبوي مع أنه أمي لكنه مثقف قال بدي تكمل دراسة، فأنا عارف أنه أبوي ما يتحمل الوضع الدراسة، فانجبرت أني أعز أبوي على نفسي. الله اكبر. استنى، انت قلت ضره تعز ابوك على نفسك على حساب نفسك يعني؟ نعم. ما شاء الله. طيب دخلت الجيش وعندك 15 سنه، فضلت من 15 سنه لغايه 50 سنه، في الفتره دي كلها كان ايه علاقتك بالعلم والتعليم؟ كنت يعني مهتم انك تتعلم؟ كنت ما كنت مهم للعلم، كنت احلم بالليل اني على مقاعد الدراسه، ولكن اراعي ظروفي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صح. اجتهدت بالدورات بالقوات المسلحة، الدورات اللي تلائم مستواي العلمي وتلائم وضعي،
فوصلت لرتب صف الضباط، يقولوا عندكم بالمصريه واحنا نقول ضباط الصف بالجيش الاردني او الرتب الاخرى، فوصلت لرتبه وكيل. ومشان الحكي اللي صار معي دخلت اللغه الانجليزيه والحمد لله واجتزتها وترفعت رتبه ضابط، يعني التحقت بواجبات كثيره يعني للقوات ان انت المسلحه. دكتور عيد do you speak انزليجي؟ بهزر نعم معاك بهزر معاك بهزر معاك بقول لك انت do you speak English؟ يس 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 اكسلنت. طب دكتور عيد كمل بقى معايا، ايه اللي طلع في دماغك انك توصل للدكتوراه؟ الدكتوراه دي يعني عبء يعني تقيل. يعني احنا عندنا مثل بس ما بدي احكيه، اللي ما يغار كذا كذا، اللي ما يغار ما غار، لا فاظن قول ايه ما لازم يغار، نلاقي يعني لو كلمه قلت انا ما تقولهاش، لو كلمه تشجعنا على العلم قول. الغيرة، الغيرة والتمسك بأنه العلم من قاعدة ديننا، قاعدة اه ديننا ده صح، لا ده الإسلامي، مهم، ده مهم تمام. وهو لتطور أمتنا واللي نجابه في أعدائنا إن طال الزمان والقصر، إذا ما انقصر، إذا ما في علم نبقى واقفين محلنا ده صح وبل نرجع للخلف. صحيح. ففكرت في الدراسة طبعا، وانا صفي ضابط قدمت التوجيهي، كنت رقيب قدمت التوجيهي، والله اكرمني من اول سنه من السادس مباشره اني جبت التوجيهي من ظهر الدبابه، وانا ادرس على ظهر الدبابه، كنت انزل من البرج الدبابه كان رمايه ارمي، وربي يعلم كنت امسك الكتاب بجنب الدبابه، وكنت يعني بعد في ظروف العسكرية، وكانت ظروف الأردن ذيك الأيام يعني في ظروف شوية على من ناحية يد فكانت تمسك صعبة. السلاح ويد تمسك الكتاب. الحمد لله الحمد لله. السلاح فخر، لأنه الأنفة يجدها العربي وخاصة البدوي، البدوي ليس جنس وإنما جغرافيا، يجد البدوي لا ده انت يجد الأنفة حتى في صورك السلاح. اللي وراك كلها يا دكتور عيد يعني ما شاء الله كلها فيها ايه، اقول جيش ونخوة وبتاخد شكلك حد بيكرمك يعني، ودبابة ايه على يمينك انت بقى. اه نعم صوري يتشرف فيها أنا، أنه أحلى صورة فيهن مع جلالة سيدنا المغفور له الملك الحسين بن طلال، وهو الله يعلق يرحمه. علي الوسام أو النيشان باللهجة المصرية، اه طب ممتاز. طيب وصورة مع سمو الأمير حسن، وصورة مع اه الدبابات، أنا مدرب تمام. على الدبابات، وحتى معي دورات مدربين على الدبابات طب المصرية. دكتور عيد حضرتك خلفت يعني اتجوزت وخلفت والحاجات دي، ولا انت انقطعت للعسكرية وللدراسة؟ لا 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 أنا انقطعت للزواج قبل الفس، وأنا ده تزوجت وأنا اتجوزت صغير. هو ده اللي انا كنت خايف منه، هو كل حاجة بتطمن عليك فيها لغاية ما جاب سيرة لا لا الجواز. والله أنا تجوزت يعني زوجت بدري، كمان وما كان ده هو ده لوحدها وما دكتوراه كان تانية دي يا دكتور عيد. بيني وبين بنتي الكبيرة 19 عام. الله ده انت اتجوزت انت اتجوزت عندك 18 سنة. يعني كنت يعني بص يا دكتور تزوجت عيد بالضبط كل 19 اللي سنة. انت قلته ده كوم، وانك انت اتجوزت عندك 18 سنة اهو ده يعني ارفع لك القبعة، ده رحلة كفاح لوحدها. الف مبروك انك انت لسه لسه بتبتسم، الله اكبر. أمي وأبوي إرادتهم لأني وحيد أنهم يشوفوا أولادي، الله اكبر. وربنا ما خيبنا وشافوا أولادي. طب انت ابنك نعم في الدراسة كان ماشي كويس برضو، خليته يتعلم يعني وكده؟ لا 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 مش كلهم كويس، لا ما فيش داعي كنفس المجتمع اللي أنا فيه، أنا ترفعت ضابط، أولادي صغار، في منهم من توفق في الدراسة، وفي منهم يعني وضع عادي، كان لا عادي اه بنات مفهوم وعيال. نعم مفهوم. لا تمام. هل في حد منهم زاملك في الدراسة يعني كان زميلك على مقاعد الدراسة؟ نعم 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 الطبيب الدكتور محمد عيد الجبور، أخصائي أول جراحة كبد وبنكرياس. الله أكبر. يعني أنت ابنك كان قاعد جنبك في الدراسة؟ لا حتى سبقني في فترات، سبقني وهو يقول لي، أنا لما أشوف بالليل أصحى، هو كان بالإقامة، يقول اه لما أصحى بالليل وإن أشوف الكمبيوتر مضوي، فيقول أنا هذا أبوي يدرس قاعد على الكمبيوتر، أنا بدي كمان، فكان حافز له إنه هو
يعني خصم يبقى زيك الخصوم يعني. يعني الإقامة والامتياز والإقامة والفرعي والاختصاص الأول. ما شاء الله ما شاء الله. طب دخلت بقى بعد ما خدت البكالوريوس، دخلت عملت ماجستير ودكتوراه، كان ايه الدافع؟ ما انت كان ممكن تقول انا خدت بكالوريوس انا كده تمام بقى معايا شهادة جامعية وخلاص. والله أنا ما أقول إلا كما قال الشاعر محمود سامي البارودي في الفخر، فقال: ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه دونها محبب. صح. فما قبلت أنه أنا أوقف لحد الآن، لو صح لي أدرس أدرس يعني أكثر. الله اكبر. طيب اليوم اللي انت خدت فيه شهاده الدكتوراه واللجنه كده مجتمعه وبتقول لك تم اجازه رساله الدكتوراه للطالب عيد لجبور، اوصف لي المشهد بقى، انت واسرتك واولادك ومراتك، واحكي ايه اللي كان موجود ساعتها. المشهد انه احنا عندنا بالجامعه ممنوع الاهل يفوتوا، الله الله الله، ايه ده خلوا يا عم، برا ده المشهد باظ. خلوا اهلي زوجتي وبناتي واولادي واولاد اولادي خلوهم برا، وانا فتت على وارتدي العباءه البدويه وفتت على القاعه المناقشه. ففي قسم مناقشين خارجين ما يعرفوني، هم المناقشين الداخلين من الجامعه يعرفون شخصيا من دراسه البكالوريوس حتى الدكتوراه. قالوا: يا عيد بالحرب ويا شيخ عيد، بدك تتحملنا لانه احنا رايحين نثقل عليك بالمناقشه، وحقيقه ثقلوا علي. فقلت لهم: بدكم تثقلوا حياكم الله، ولكن انا اعتبركم انا تاكلني اسود، تاكلني اسود ولا تنخشني ارانب. قالوا: كيف؟ قلت هو لهم: ده هو ده الكلام، دي اخلاقيات الاسود. نعم. فافتخر انه ياكلني اسد ويشيل دم يقتلني، اما تاكلني ارنب الله ما صح. احسنت، تشبيه رائع. طيب بقى يعني نقول ايه، تقالوا عليك في المناقشه وادوا لك الاجازه بتقدير امتياز، امتياز دي مش كلمه قليله. امتياز، نعم. نعم. طب الحمد لله. طب خرجت بقى من يعني غرفه المناقشه وهم خرجوا من المداوله وجم بلغوك بالنتيجه، وانت خرجت لاسرتك وقلت لهم، ماذا كان رد فعلهم؟ باتوا اسرتي دخلوا جوه. دخلوا عندك؟ دخلوا طب علي كويس. دخلوا انا وانا زوجتي بدويه، بدويه اردنيه تلبس لباس البدوي الاردني، خيرة دخلوا الناس، اولادي واولاد خيرة اولادي، الناس. دخل ابن الطبيب واخوانه، وكانوا صاروا يبوسوا فيا ومبسوطين. وحتى المشهد كان مؤثر جدا، خاصه المناقشين كانوا متاثرين جدا من هذا الوضع اللي الحمد لله اللي اجتزته. طب يا دكتور عيد، لو انا تخيلت كده انك انت دلوقتي قاعد بتبص لبكره، انا اصل في نوعين من الناس، انا عارف انت انهي واحد فيهم. في نوع بيتعامل مع الحياه بمنطق، اهو يوم عدى وخلصنا، واهو الحمد لله بنخلص يوم ورا يوم، وعامل زي الايه يعني، انا عايش في المده وبقضي بقضي بقضي مده بقضي بقضي عمر كان الواحد في سجن. وفي واحد تاني يقول لك لا، انا لغايه اخر يوم بشتغل واخر يوم بجتهد واخر. انت بتشاف بكره ازاي؟ أشوف بكرة أنه يجب أن نركز على العلم، ويجب أن نفكر في إعادة فكرنا الإسلامي العلمي. يجب أن نفكر كم يكون عندنا مهندسين كيميائيين وفيزيائيين وبيولوجيين حتى تقوى قاعدتنا العالمية، لا نبقى ذي القافلة في العالم. دكتور عيد، أنت راجل جميل، ضحكتك وابتسامتك جميلة ووشك سمح وحياتك كفاح وكلامك ملهم، ربنا يبارك فيك. وانا بشكرك ان انت كنت ضيف النهارده، وانت مثال يعني نعتز بيه ومثال مبهر للناس اللي يعني احيانا بيفقدوا الامل، وانت راجل يعني بارك الله فيك يا دكتور عيد. دكتور عيد لجبور من عمان، كل الشكر لحضرتك.